مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا مرة أخرى في زدني علما، اللي يسعد دائما تفاعلكم وتحاوركم، وخاصة ما يوصلنا سواء كان عن طريق الاتصال المباشر بالتليفون وإلا بالفيسبوك وإلا بالبريد الإلكتروني من صدى حضوركم معنا في الحصة، وكذلك من صدى مشاركاتكم اللي يوم بعد يوم تتزايد، ونحاول أن نكون قراب لكم، ونحاول أن كذلك نكون في كل حصة معكم لبي أفق انتظاركم وقراب لشواغلكم واهتماماتكم. زدني علما من حصة الأخرى يقرب أكثر، واليوم سنقترب إلى شواغل نعتبروها تهم الأسرة التونسية الكل، لأنه ما فماش واحد فينا ما يحرص على سلامة ولده وصغيره، وما يحرص على سلامة أطفاله وأبنائه كيف يمشيوا إلى فضاء مدرسي. وهذا الفضاء اللي لابد أنه نحييه فيه الأسرة لتسهر على راحته، وتسهر كذلك على تأمين سلامة أبنائهم شخصية وجدانا معرفة. ولكن أحيانا هذا الفضاء ينتاب بعض ما يطرأ من متغيرات اللي تجم توصل هذا الفضاء إلى ما لا يحمد عقباه. احنا انطلق الموسم التربوي بعد، ولكن مع انطلاقة هذا الموسم التربوي نلقاه من حين لآخر بعض الظواهر اللي نعتبرها مرفوضة جدا في مثل هذا الفضاء التربوي. هذا الفضاء اللي يجب يكون ديما فضاء علم ومعرفة وفضاء لبث القيم، ولكن أحيانا وللأسف نلقاه فيه فضاء لمسرح من العنف، فضاء تتمسرح فيه ربما بعض الحركات المرفوضة من هذا أو من ذاك. لذلك نتساءل معكم مشاهدينا الأعزاء، لماذا تتحول فضاءاتنا المدرسية في بعض الأحيان إلى مسرح للعنف الجسدي واللفظي؟ من المسؤول عن تنامي ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية؟ هل يمكن أن يكون العنف في مؤسساتنا التربوية الصادرة من أبنائنا من التلامذة، هل يمكن أن يكون حل لبعض المشكلات اللي تطرأ من حين لآخر في هذه المؤسسات؟ ما دور سلطة الإشراف؟ ما دور العائلة؟ ما دور المدرس؟ ما دور التلميذ في تقليص هذه الظاهرة اللي نحبوها تكون ظاهرة بعد قداش مش متكررة؟ لأنه انطلق الموسم التربوي بعد، وحيانا نسمع سواء كان في بعض الولايات نسمع فما عنف بين التلامذة، ساعات نسمع بعض الإطار التربوي كذلك يتعنف، فلماذا يقع مثل هذا السلوك؟ هذه الأسئلة باش نطرحوها معاكم، وتجموا تشاركونا وتجموا تبلغوا أصواتكم وتجموا تكونوا حاضرين معنا، سواء كان أولياء، سواء كان من الأسرة التربوية، سواء كان من التلامذة. أهلا وسهلا بأصواتكم عن طريق التليفون 74 621 607، يخليكم مباشرة معنا، أهو الرقم موضوع على ذمتكم 74 621 607. وأساتذتنا الأجلاء اللي منورينا اليوم في الاستوديو مش يكونوا ايضا معكم في تفاعل وحوار من توا، وتقريبا على امتداد ساعة ونص باش نجاوبوا عن مختلف الاستفسارات، وكذلك مش يكونوا حاضرين معنا بمواقفهم وبإبداء آرائهم. يسعدنا ان يكون حاضر معنا الأستاذ أحمد بوشحيمة، أهلا وسهلا بك سي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك، مرحبا بالأستاذ محمد المديني، مرحبا بحضرات المشاهدين الكرام أو في مشاهدة هذه الحصة. نتمنى أن تكون هذه الحصة فيها من التفاعل الإيجابي وفيها من تقديم الفائدة لكل من يهمه الأمر، وبالله التوفيق. شكرا ومرحبا بك سي أحمد. أيضا يسعدنا بحضور معد البرنامج الأستاذ محمد المدنيني، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك محمد. وبالأستاذ أحمد، وأقول لمشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله نقضيه مع بعضنا حصة طيبة وسهرة ممتعة فيها الإفادة وفيها تبادل الرأي وفيها التفاعل الإيجابي، وهذا هو أساس البرنامج سي محمد وسي أحمد. نحاول أن يكون التفاعل بيننا وبينكم حاضر ديما، لأن البرنامج مباشر ويحب يسمع أصواتكم، والأصوات هذه نحبها تعبر فعلا عن واقعنا عن شواغلنا عن اهتماماتنا، لأنه كيف نطرح بعض الظواهر الاجتماعية المرفوضة بالحوار بالإمكان أن نقلص منها، وبالحوار بإمكاننا أن نجد حلول لبعض هذه الظواهر. مش ننطلق كالعادة من الواقع، من واقع اللي نعتبروه مرفوض، وظواهر اجتماعية نحبوها ما تتكررش، ما نحبوهاش تكون موجودة. هك علاش الصورة تنتقل من كاميرا زدني علما في قناة القلم على عين المكان إلى بعض المعاهد، إلى بعض المدارس اللي
في بعض الأحيان يطرأ عليها ما يمكن أن نسميه اليوم بالعنف المرفوض اللي مش ممكن أبدا يكون له مبررات. اليوم ومعاكم أنتم سننتقل إلى معهدين في صفاقس على سبيل الذكر للحصر، لأنه فما حاجات تلقاها موجودة في بعض المعاهد، ولكن على سبيل الذكر مشينا إلى معهدين عريقين ممتازين في عراقتهم التربوية والعلمية والمعرفية والأخلاقية، لأن المدارس هذوما مدارس للعلم والمعرفة، ولكن هما كذلك مدارس للأخلاق، ولكن يطرأ فيها ما يطرأ من عنف. مشينا إلى معهد نموذجي بصفاقس ومعهد كذلك الهادي شاكر بصفاقس، اطرأ فيه بعض ما يمكن أن نسميه بالعنف فعلا، وهك علاش مشينا وحابين نسألوا شنو اللي صار وشنو اللي وقع. ومعكم أنتم كانت الحصيلة. شنو اللي صار بالضبط بين المعهد النموذجي ومعهد الهادي شاكر؟ والله بدات الحكايه بين زوز تلامذه متعدين مروحين من معهد النموذجي، تعرضوا لهم اولاد وضربوهم، الاخرين قعدت فيها في قلبهم وجاوا الاولاد هنا حمشوهم وبدات هيك اللغه نتاع حوم واحد يا اخي، قال لك مشي نضربوهم، مشيت صارت مشكله غادي رجعنا غادي ليسي نموذجي نموذجي صارت المشكله غادي وواحد داو يضربوا في الحجر روم علينا، ضربوا الحجر ولا نتبادلوا بالحجر، الاخرين يضربوا احنا نضربوا واحد، بعد جاء الحاكم ولا يضرب فينا بالغاز، تلامت تخنقته واحد وبعد ولا يضربوا في الكراسي، هابطين من هنا هابطين على البروفيت يضربوا في البروفيت كراسي وطواول كل واحد باش يضرب، جماعة البيلوت ولا يضربوا في صار تكسير واحد جاء اليوم بريسك تسمى تفضلت الحكاية، حكينا مع تلمدنا بعضنا ولاد الجرسون ولاد بيلوت وتلمينا بالأساتذة والمديرين وتفاهمنا وعلى الصلح وكل شيء. بدأت بحكاية بسيطة بين زوز تلامذة تعاركوا في وسط ليسي بيلوت، دخل تلميذ من ليسي جرسون باش يتعدى من ليسي بيلوت يعني شقة، فهمني أخي تعارك مع جماعة من البيلوت، ولد ليسي المعهد الهادي شاكر، ولد معهد الهادي شاكر جاب جماعة معها دخلوا الوسط البيلوت ضربوا جماعة اللي ضربوا الطفل اللي تضرب من المعهد الهادي شاكر، وكبرت الحكاية لزوز ليسيات. سبب الخلاف بيناتهم شنو؟ عركة صغيرة في وسط متعدي وتلكشوا على بعض يعني تناقشوا في بعضهم. احنا كنا نقراو نهار الاربعاء يا اخي، نشقوا كان ديجا فما تلامذة كان عادي وقتها، نشقوا كان جماعة من الجارسون جاو حكيت 50 تلميذ في بالي، كنا نعديو كان فما تلامذة كاملو عديو الباك قصاو كان عديو دفان ما تقصاو، احنا هكاكا نشقوا كان تلامذة تعيشوا في الحجان من الفوق وطويول ودخلوا في وسط الليسي وتكسروا في الليكازيي وكل شيء، وكهو احنا هكاكا ديجا ما نفهموش علاش ما فما ياسر تلامذة مش فاهمين شنو صار بالضبط وعلاش الاسباب نتاع هذايا العرك، مي هكا توا ابارامون مشاو جاو صباح تلامذة وتحيو مع بعضهم تحية العلم وكيف كيف مشاو تلامذة من البيلات للجارسون وتفاهموا على اساس ما فما حد شيء. صارت مشكلة صغيرة بين زوج تلامذة وبعد الحكاية معناها بشوية بشوية كبرت، معناها شكون تضرب من الجارسون حب يفضح حكايته مع شكون تضرب من هنا، قالت الحكاية كبرت مرة الأولى وكل بعد أول تامس زادت كبرت شوية، بون تو لاباس معناها جاو جماعة من الجارسون أمس الليسي وطلبوا معناها صار صلح بين الأساتذة نتاعهم والمدير والتلامذة، اليوم كيف كيف جاو جماعة من الجارسون اليوم طاحين على بعضنا احنا والجارسون وجات الإدارة نتاعهم والأساتذة، ما صار حتى شيء لهنا، كيف كيف احنا جماعة من الليسي نمشيو للجارسون دخلوا التلامذة نتاعنا بالعكس معناها بجو كل أخوية وكل. لو كان نحبوا نوصلوا للأسباب نتاع العنف اللي صار في المعهد الهادي شاكر ومعهد النموذجي واللي يمكن يكون في غيره من المؤسسات التربوية نتاعنا، شنو نجم نقولوا؟ هو أسباب العنف لو كان نشوفوها نلقاوها مسألة بسيطة برشا، مع الأسف الشديد أن تطورت بالشكل اللي العنف اللي شاهدناه، وهذا امر ما معناتها اصدمنا في الواقع لانه ما شاهدناهوش قبل في فضاء تربوي. شنو هي الاسباب؟ وخلاف بسيط ما بين زوج تلامذه،
والشجار نجر عليه ردة فعل معناتها ووقع حشر لمجموعة كبيرة من التلامذة. اجتمعنا اليوم كافة أعضاء اللجنة هذه ومجموعة من التلامذة اللي هم شكلوا لجنة، وأنا اللجنة ذي بطبيعة قلت اليوم أنه تبقى على الأقل هي تابعة كل معناتها ما يمكن أن يتم من مقترحات وحلول عملية في اتجاه الخروج من هذه الأزمة اللي هي أزمة بالفعل علائقية. أنا نقول الحوار مهم جدا، معناتها لو كان سمعنا التلامذة وعطيناهم فرصة باش يبديوا رأيهم في الموضوع من قبل ما كناش نوصل للأزمة ذي. نقول رب ضار نافع على كل حال اللي صار، إن شاء الله المستقبل أن يكون معناتها يأسس لي معناتها أمور تكون إيجابية وبالفعل بناءة. اجتماع اليوم كان اجتماع فعلا بناء بحضور رؤسة التربوية للمعهدين، بحضور ممثلين عن التلامذة من المعهدين. ما نحبوش نرجعوا للي صار، نعتبروه طي التاريخ، نحب نبنيه للمستقبل اللي يكون مستقبل واعد. الشباب اليوم أظهر من الوعي الشيء الكثير، وأنا شخصيا ومع المجموعة صفقنا لحضور التلامذة وجلوسهم مع بعضهم، حاولوا حوار ودي، حوار بناء، أظهروا فيه من الوطنية ومن التحابب ومن نسيان الماضي وطي الصفحات ربما القاتمة، ولو هي جات في ظرف يعني قصير، كانوا طواو الصفحة هذه وقادمين على مرحلة خير. الحلول هو أن اللجنة ذي تواصل متابعة المهام تاعها اللي مش تنظر في برمجة ولا النشاط الممكن ليجمع بين التلاميذ المعهد النموذجي والهادي شاكر من ناحية، ثم من ناحية أخرى ننظر في بعض النقائص. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومرحبا بكم دائما في زدني علما اللي خصص موضوع اليوم إلى ظاهرة العنف المنتشرة اليوم في بعض المؤسسات التربوية واللي أصبحت فعلا ظاهرة تنامت خاصة في المدة الأخيرة في تونس والفضاء المدرسي. تخلنا له وحابين نسمعه التلميذ لأنه هو الطرف الرئيس في العملية التربوية، كما سمعنا المربين كذلك المشرفين على حظوظ بعض المعاهد، وانطلقنا من نموذج ما هوش هو المقصود بذاته، ولكن المقصود هو هذه الظاهرة اللي موجودة وتفشيت اليوم في فضاءاتنا المدرسية. ولكن خلينا نتعرف بدءا علاش هذه الفضاءات اللي من المفترض أن تكون فضاءات لبث القيم، هي فضاءات لترسيخ القيم، علاش تتحول في بعض الأحيان إلى مسرح للعنف سي أحمد، خاصة اللي شفناه اليوم وسمعناه من التلامذة. يخلينا نسأل لماذا تتحول قيم الحوار إلى أحيانا عنف، علاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المدرسة في الأصل هي فضاء يأمه طلبة العلم للتزود بالعلم، لتهذيب أخلاقهم، لتنمية شخصيتهم بالمعارف وبالمهارات. هذا هو الأصل في المؤسسة التربوية، أن تكون مهدا لتربية النشأ. بعد العائلة يكبر الطفل، يوصل المرحلة يتحول للمدرسة، بعد ما رضع الحنان والعاطفة وشيء من التربية في بيته يتحول للمدرسة، وهي مجتمع مصغر يتفاعل فيه مع أقرانه مع معلميه وأساتذته ويتكون وتتهذب شخصيته، تتكون شخصيته، يزداد تزداد معارفه، ينمو لديه العلم حتى يكون مواطنا صالحا، حتى يكون إنسانا مفيدا لنفسه لأهله لوطنه للإنسانية. هذا هو الهدف والأصل في المدرسة. نعم. لماذا تحولت مدارسنا وأصبحت فيها هذه الظواهر؟ هذا سؤال كبير كبير جدا. أكيد أن هناك خللا ما. لماذا لم نكن نسمع واحنا من جيل تربينا في زمن ربما في العهد الدراسي اللي نشأت فيه
في الستينات وفي أوائل السبعينات، لماذا لم نكن نسمع مثل هذه الظواهر من قبل؟ ما الذي طرأ؟ ما الذي حدث؟ هناك مشكلة ما؟ هناك تحولات كبرى حدثت على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي. هذا الانفتاح، هذه العولمة بما ألقته من ظلالها بقضها وقضيضها، هذه التداعيات اللي على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي، كلها لها تأثيراتها. هناك أسباب عميقة، هناك معنى أصبحت المسألة ظاهرة تحتاج إلى علاج، وتحتاج إلى أن تتوحد الجهود لتطويقها حتى لا تتسع أكثر فتكون الطامة الكبرى لا سمح الله. نعم. فنحن نأمل أن تتوقف هذه الظاهرة وأن نتمكن في أقرب الأجال من الحد منها وتطويقها والقضاء عليها، لأنه صحيح وإفرازات العصر وإفرازات التكنولوجيا وهذا كله ما نجموش نوقفوه، بالعكس احنا مع أن تتطور التكنولوجيا ومع أن تتطور المعارف والأنشطة وحتى ولكن لسنا مع العنف من حيث المبدأ. نعم. العنف هذا خطر. نعم. لابد أن ندق ناقوسه حتى نتصدى له مع بعضنا. نعم. كل الأطراف. وانت سي أحمد ركزت في كلامك على أن الأصل في المدرسة هو أنها فضاء للتربية، وهذا نعم. مهم، وذلك هو الأصل، ولكن هل المدرسة سي محمد حافظت على هذا الأصل أم لا؟ هل الفضاء المدرسي اليوم حافظ على هذا المعنى أم أن المدرسة دورها تغير؟ هك علاش ولينا نشوف مثل هذه الظواهر الاجتماعية المرفوضة هي اللي ربما نلقاوها موجودة في مدارسنا ومعاهدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أقول أن ظاهرة العنف هي ظاهرة قديمة، وظاهرة العنف المدرسي موجودة منذ عقود طويلة، إلا أن نوعية العنف وحجم العنف يتطوران بتطور الزمني. في البداية يمكن نتحدث على أن العنف يكون بالكتابة الجارحة على الجدران وعلى المقاعد الدراسة وعلى الطاولات، يمكن أن يكون بالاعتداء بالضرب، سواء اعتداء تلميذ على تلميذ وإلا تلميذ على المربي وإلا المربي على التلميذ. يمكن أن يكون هذا العنف من خلال تكسير وتهشيم وإفساد وإتلاف المرافق والتجهيزات داخل المؤسسة. يمكن من خلال تمزيق الكراسات الذي نشاهده خاصة في نهاية السنة الدراسية، يمكن يكون بإلقاء البيض تلامذة كك صغيرات بموجود هذا. في واقعنا موجود. يمكن صحيت. يمكن أي. كذلك بهك النباتات ذات الرائحة الكريهة إذا كان يحب يعطلوا سير، هذا هو العمر. نعم. يحب يعطلوا سير الدرس يفعلون ذلك. التلاميذ يفعلون ذلك. الآن ماذا حدث؟ الآن حدث تطور نوعي في مستوى ممارسة العنف المدرسي، بعد أن كان فرديا والإطار متاعه ضيق اتوسع، لأن اللي حصل في المعهد النموذجي بصفاقس وفي معهد الهادي شاكر راهو حصل اليوم 24 سبتمبر بشكل آخر ما يبين المعهد النموذجي بتونس والمعهد النموذجي بريانة وقعت 5 إصابات في صفوف تلامذة ومتفاوتة الخطورة. يعني هو موجود لكن أمام العنف اللفظي الممارس على المستوى السياسي وعلى مستوى الإعلامي وعلى مستوى الفضاءات الافتراضية عن المواقع الاجتماعية وعلى مستوى الشوارع وعلى مستوى الأسواق، الحلقة اكتملت بالفضاء التربوي، ولات مجموعات من التلاميذ تعتدي على مجموعات من التلاميذ إن لم تكن تعتدي كذلك حتى على المؤسسة أصلها في أصلها. نعم. نقول لأن كما قال سي أحمد هي مؤسسة تربوية لها قدستها لها حرمتها، هي كعبة العلوم، المدرسة هي كعبة العلوم، وبالتالي ينبغي أن نتعامل معها بمنطق القداسة. اللي وصلنا له هو راه نتيجة العديد من الأسباب ومن العوامل سنذكرها بإذن الله تعالى في الإبانية. نعم. احنا مش نحاول أن نفسح المجال لكم مشاهدينا باش تتفاعلوا معنا في التليفون 74 600 21 607، يخليكم في بلاتو زدني علما وتتحاوروا معنا بأصواتكم وتبلغونا لماذا هذه الظاهرة موجودة في مؤسساتنا التربوية، بل لماذا تنامت هذه الظاهرة في المؤسسات التربوية. أخونا بسام عبيدة من صفاقس، مرحبا بك سي بسام. مرحبا أخويا.
اهلا وسهلا بك. وبيك يعيشك معك بسام حبيبه، باحث في علم الاجتماع. باحث في علم الاجتماع، مرحبا بك. وبيك خويا، كنت تسمح مش نحاول نعطي مفهوم العنف به والعنف المدرسي خصوصا. نعم. تشير اغلب الدراسات ان العنف هو كل سلوك غير اجتماعي، كل سلوك غير مقبول او مخالف لقواعد ولا المعايير الاجتماعيه. الو، نسمع فيك سي بسام. واذا انطلقنا من هذا المفهوم فان العنف هو معنى جميع الوضعيات، جميع السلوكات التي قد تؤتى سواء في المجتمع او في الوسط المدرسي، باعتبار ان المدرسه هي جزء، هي امتداد، هي مؤسسه للتنشئه الاجتماعيه تماما كالاسره والمجتمع بصفه عامه. لذا فان يمكن نحدد بعض السلوكات، نخصص بعض السلوكات الغير اجتماعيه والسلوكات العنيفه كالعنف الجسدي الذي يتمثل في الاعتداء على الاشخاص، سواء التعنيف او الاعتداء او الشجار، السلوكات الانحرافيه، سرقه، رسم مثلا على الجدران بطريقه ما، تشويه مثلا المحلات، تشويه مثلا هذا في المدارس نجم نلقاوها مثلا في التخريب مثلا المؤسسه المدرسيه او المقاعد او القاعات القسم. نعم. وايضا نجد السلوكات الخارجه على الاطر النظام العام، معناها عدم احترام المعايير او القواعد، القواعد النظام المدرسي بصفه عامه. اذا عنده اشكال متنوعه ومتعدده سي بسام. بالفعل هي معناها جمله من السلوكات كلها صب في انها سلوكات مخالفه للمعايير الاجتماعيه. نعم. شنو هي الدوافع، شنو هي الدوافع اللي تخلي الانسان يمارس هذا السلوك؟ نعم. شنو هي الدوافع اللي تخلي الانسان يمارس هذا السلوك سي بسام؟ والله الدوافع مختلفه، تنجم تكون دوافع نفسيه، تنجم تكون ثم عوامل مساهمه او مرتبطه بالعنف، عوامل ذاتيه قد تكون مرتبطه بالجنس، بالعمر، عوامل مرتبطه بالانتماء الاجتماعي، عوامل مرتبطه حتى عوامل بيئيه محيطيه. من العوامل الذاتيه مثلا دراسات تؤكد انه الصغار يتعرضون للعنف اكثر من الكبار، والاناث يتعرضون للعنف اكثر من الذكور. العوامل الاسريه ان الاسره تساهم السلوكات، ثم اسره تقوم على التربيه، التربيه داخل الاسره تكون تربيه او تنشئه قصريه قائمه على سلوكات عنيفه، الاب يعنف ابنائه. لذا فان هذه السلوكات قد تنعكس في شخصيه الطفل. نعم. ويصبح بذلك يمارس العنف في المدرسه ويمارس العنف في الفضاء العام بصفه عامه. نعم. وهناك كان تسمح لي معناها عوامل بيئيه او محيطيه متعلقه مثلا العنف في المجتمع بصفه عامه، كما يتداول عبر الشبكات الاجتماعيه والشبكات الافتراضيه، ما يسمى بالعنف الافتراضي. أيوة. وعبر وسائل الاعلام. احنا نعيش توا في وقت اللي هو لا باناليزاسيون دو لا فيولونس، معناها انه العنف اصبح عاديا، معناها اصبح مقبولا او عاديا او عباره انه مبتذلا، معناها ولينا ما نتقلقوش كي نشوفوا واحد يعنف، ان شاء الله ما نوصلوش، معناها يلزم معناها احنا مازلنا نتقلقوا، راه مازلنا نتقلقوا يا سي بسام، فما قلق كبير. نعم. فما قلق كبير، بل بالعكس كيف نلقاو العنف هذايا يمارس سواء كان في الفضاءات الخارجيه العامه والا في الفضاءات المدرسيه اللي المفترض فيها انه تكون هي تبث في القيم للحوار، وتبث في قيم التقارب، تبث في قيم التحابب ما بين كل افراد الاسره التربويه، فاذا بها تتحول هي الى مسرح للعنف ومسرح لمثل هذه الظواهر المرفوضه. بالفعل استاذ كنت تسمح لي معناها حسب ما نتصور انا، حسب معناها ما نتوقع انه من الضروري الاهتمام بالحوار كوميونيكاسيون داخل. نعم. القسم. نعم. بين الاستاذ والتلميذ، بين التلاميذ، معناها الحل الودي، واكيد حتى نجم معناها برامج التطوع، برامج اجتماعيه. نعم. برامج تنشيطيه. نعم. كلها تكون تصب في حل، مثلا نشوف الاسباب، نحاول نفهموا، اكيد هما معناها كما نقولوا هما فئات هشه، التلامذه حتى الطلبه معناها. نعم. نعم. هي فئات اجتماعيه هشه، اغلبها تلقى
تنحدر من عائلات ضعيفة، وما ينفيوش أنه مش بالضرورة معناها يمارس في العنف معناها ينحدر من الوسط الاجتماعي. احنا مش نوصلوا نعم سي بسام، احنا مش نوصلوا الى الحلول ان شاء الله تباعا والمقترحات اللي ممكن ان تقلص من ظاهرة العنف في الفضاءات المدرسية، اما خلينا نزيد ونتحدث اكثر عن الاسباب اللي بالضرورة هي اللي تخلي الانسان سي احمد يوصل الى انه يمارس سلوك مرفوض، سلوك اللي مدان سواء كان في القوانين ولا في الشرائع. لعمره كان العنف هذايا امر ليه تبريرات، حتى وان برر فهو مرفوض. نعم. ولكن ما هي أسبابه؟ هي الأسباب لا يمكن حصرها في جهة واحدة، ولا يمكن تعليق مسؤوليتها على طرف واحد. نعم. الأسباب أكيد متنوعة كما كان يتحدث الأستاذ، منها النفسي ومنها الاجتماعي ومنها البيئي منها العائلي. أنا ديما نمشي للتربية الأولى، التربية الأولى والأسرة، الأسرة التي تنشئ أبنائها على احترام الغير وعلى احترام الذات البشرية في مقوماتها. ربي سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وهذا يلزم نغرسوه في الأطفال منذ الصغر. فإذا كان ما ترباش الطفل وهو صغير على احترام الآخر، وإذا كان تغرست فيه النزعة العدوانية منذ صغره، وإحنا نلاحظ في سلوك البعض مش الكل، بعض الأولياء أنه يشجع ابنه أنه يضرب خوه، أو أعزكم الله يبصق على أحد أفراد العائلة ثم يصب عمه خاله، معناها تلقى مترسخة هذه في بعض، ونضحك له ونصفق ونعتبر ذلك، وهذا راه خطير جدا، لأن الطفل هكا سيخزن سيزهو بنفسه لما نشكروه على الفعل اللي فعلها، وهي فعل نكراء وشنيعة، لما نشكروه يشعر بزهو ويترسخ ذلك في ذاته. نعم. وتنشأ فيه هذه النزعة العدوانية. نعم. الشارع مسؤول، وسائل الإعلام مسؤولة، الأسباب فما منها السياسي، والإنسان ابن بيئته، وإحنا بعد الثورة في هالخضم اللي نعيشوه في المجتمع، وهل الحراك وهل التجاذبات والصياح والعياط والزياط، سمعني في الكلمة. نعم. أكيد ينعكس على التلاميذ، وأكيد التلاميذ ما هماش معزولين، ما هماش عايشين في قمقم، ما هماش عايشين في بيت زجاجي مفصول عن العالم، هما عايشين في المجتمع ويسمعوا في الأخبار، وربما فما أشياء تذكي فيهم النزعة العدوانية لإتيان العنف داخلية أو خارجية. ما نحبش نتهم طرف معين، لكن موجود من قاعد يأثر في التلامذة، وقاعد معناها يزيد ينفخ في الظاهرة هذه باش تكبر وتتفاقم. نسأل الله أن يهون هذا الأمر وأن يهدي عباده إن شاء نعم الله. هو سي أحمد هذه الأسباب نحاول نقف عندها لكي نشخص الظاهرة مع بعضنا، ولكن سي محمد اليوم البعض يقول أنه المدرسة فقدت معناها، قبل كانت المدرسة فضاء للتربية والتعليم، وكأن المدرسة اليوم وليت فضاء للتعليم فقط دون التربية، هل هذا صحيح؟ وفي جانب منه صحيح، لأن حتى إذا رجعنا للتاريخ، تاريخ التسمية متاع الوزارة المشرفة على العملية التربوية في بلادنا، من أولها كانت فيها اسم كلمة التربية. نعم. وزارة التربية القومية. أيوة. وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتكوين، معنى التربية دائما وزارة التربية والعلوم، تو وزارة التربية. أيوة. يعني على أن المهمة الأساس هي التربية. نعم. هذا في مستوى الهرم، لكن احنا عندما ننظر الى الاسباب، راي الاسباب كما قال سي احمد، اسباب راي عميقه ومتضافره ومعقده. انطلاقتها الاسره، ثم اسباب لها علاقه بالاسره، لو فما ابو ولا ام تحب ولدها يتضرب ولا يتعنف ولا يعنف في المدرسه. اي انا نحب اسمع، انا نتحدث على اسباب. مثلا الولد اللي محروم عاطفيا والا محروم ماديا من قبل ابويه، مش ترسخ فيه العنف. الولد اللي ما تلبيلوش حاجياته، الولد اللي عامله بوه وإلا أمه بقسوة،
إلى حدود العقوبة الجسدية، هذا بكله مش يخلي مؤثرته. الأسرة اللي عندها وضع اجتماعي ووضع نفسي متدهور ووضع ثقافي متدهور مش ينشئ العوامل ولا المناخ المهيئ لممارسة العنف. وقت اللي تبدا العدد نتاع الافراد كبير، وقت اللي تبدا المستوى الثقافي متدني، وقت اللي تبدا المحيط اللي عايشه فيه الاسره الظروف الصحيه الملائمه ماهيش موجوده، هكي يساعد على العنف. وقت اللي البو تلقاه مثال في تاريخه في التاريخ نتاع الاسره نتاعو تلقاه مزاجي ولا تلقاه عصبي ولا تلقاه عدواني ولا تلقاه متوتر ولا مختلف التوازن في التوازن نتاعو، الاثر هكا مش يظهر من خلال سلوكه مع ابنائه. الابن كذلك الذي يساء اليه إذا كان عنده بعض الأمراض النفسية ولا بعض الأمراض الجسمية وإلا الرتبة متاعه في صغيراته ما بينه وخياته اللي جاءوا هكا عندها دور في التهيئة للعنف. البيئة المدرسية، أنا نسأل اليوم باش نكون واقعي أكثر، نسأل كيفاش يمكن ما ينشأش العنف في على أن بعض المؤسسات المحيط الدائر بها تلقى فيه المقاهي وتلقى فيه قاعات الألعاب، هذه يجتمعوا فيها الأقران وتكون مجال متى مواعيد وتبادل الآراء وبعد تبادل الخمر وبعد تبادل المخدرات بعد تحويلها إلى ساحة المدرسة وإلا إلى قاعات الدرس. هذه عوامل عندها علاقة بالبيئة المدرسية. كيف التركيز على التعليم، التركيز على الامتحانات، التعليم عندنا ولا بمثابة البضاعة، والبضاعة هذه معروضة ومعروضة بمقابل. الدروس الخصوصية من العوامل اللي تشجع على المثل هذا. علاش؟ خاطر التلميذ ما خليناش الوقت لهكا النشاط الثقافي اللي بيه يخفف على نفسه من نهار الأول من بداية الأسبوع لآخر الأسبوع، لا نشاط ثقافي لا ترفيه لا ألعاب ولا هم يحزنون. ما فماش تنفيس عن مهارات وقدرات كامنة بالضبط في التلميذ، هكا علاش يلقى العنف شكل من أشكال التصعيد النفسي الذاتي. وثم البيئة الاجتماعية، ثم البيئة الاجتماعية. وقت نتحدث عن البيئة الاجتماعية نتحدث عن الفضاءات، عن الفضاءات الافتراضية وما يحدث فيها. نتحدث كذلك عن الإعلام وما يسوقه، الاحتراب الحاد والعنف اللفظي والمتاجرة بالقضايا إلى غير ذلك. العنف اللي نراه من خلال المنابر الإعلامية تحول لصغيراتنا. يمكن أن نتحدث كذلك عن بيئة سياسية. رئيس منصف المرزوقي في الندوة الدولية الأخيرة من أجل البحث عن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، إيش يقول؟ يقول فشلت المنظومة التربوية في بلادنا. إقرار بالفشل. أي لا، فشلت المنظومة، وسنعود إليها بالتفصيل. فشلت المنظومة التربوية وبالخصوص مادة التربية الدينية بالإضافة إلى السياسات التنموية الخاطئة. وحديث كبير على مسألة التربية الدينية في علاقتها بتعويد التلميذ وتربية التلميذ على قيم السماحة وعلى قيم الخير وعلى قيم احترام الآخر وعلى قيم التعايش المشترك وعلى احترام المخالف في الرأي. هذه الأسباب، وإن شاء الله فيما بعد نفصلها تفصيلا مع الأستاذ أحمد. هو قد يكون هذا الكلام كلاما صادما سي محمد للبعض عندما نقول بأن السياسة التربوية في تونس قد تكون سياسة فاشلة أو تم الإقرار فعلا بفشلها على أعلى مستوى في تونس، وربما الإقرار هذايا قاعدين نلقاو في نتائجه قاعدة تتجسم اليوم من حين لآخر في بعض الفضاءات وقاعدين نلاحظوا فيه. ولكن خلينا نزيد ونتعمق معكم أكثر، وخلينا نسمع التلميذ، صوت التلميذ اللي لابد أن يكون مسموع، والمربي والأستاذ والمدير، هذوما الأطراف الفاعلة في العملية التربوية. علاش؟ ما هي أسباب تنامي ظاهرة العنف في هذه المؤسسات؟ شنو هي أسباب العنف المدرسي وكيفاش نجمو نعالجو العنف المدرسي؟ والله أسباب العنف اللي تتكون في أغلبية المعاهد هي أسبابها طلب الفلوس، وجاو برشا وحيد متسكعين، معناتها سامحوني في الكلمة، يحبوا يفسدوا الصغار معناتها اللي داخلين في المعهد، ويزمنا هذه ما نخليوهاش تنتشر في كل الولايات وفي كل المعاهد. والله نحن كتلامذة يلزمنا الجهود متاعنا تكون متضافرة، يلزمنا كلنا مع بعضنا نقوموا ما بيناتنا، معناها نقوموا بالحملات التحسيسية والتوعوية بين بعضنا. صحيح انه الظاهرة هذه متسجلة، لكن والحمد لله معناها في المعهد متاعنا
ما عندناش هذاك الظاهره معناها كما نسمع ونقولوا ظواهر العنف كبيره معناها. الحمد لله وهذا يعود معناها للنشاط الكبير والجهد الكبير اللي يقوموا به المؤطرين والاساتذه والقيمين. نعالجوا الظاهره اول حاجه بالانشطه الثقافيه اللي نراو اللي قليله. يمكن احنا في المعهد نتاعنا عندنا يعني برشا انشطه مثلا المجله الحائطيه مش نعمل ان شاء الله نادي المسرح. يعني التنميه كيف يلقى في الوقت نتاعو ما يلقاش فراغ، على خاطر الفراغ هو اللي يجعل التلميذ يمشي للعنف. كيف مثلا يلقى شكون يحفزه على باش يخدم هو العنف زاد علاش باش يوري روحه كم انا موجود. يعني بالنسبه للسبل معالجه الظاهره هذه اللي تفشيت خاصه بعد الثوره التونسيه، ربما لمظاهر الاحتقان ومظاهر المواجهات الامنيه اللي يشوفوا فيها التلامذه اللي هما في فئه عمريه حساسه جدا في فتره مراهقه، ونعرفوا ان المراهق يتاثر بالمشهد الاعلامي ويتاثر حتى بالاحداث العالميه اللي هي يسيطر عليها العنف، سواء في سوريا، الاحداث في مصر، الاحداث في كافه انحاء العالم هي يبدو انها مشحونه بملف العنف والارهاب. دونك احنا نشوفوا ان المساله هي تواجدها حاليا تواجد يبدو انه طبيعي في مستوى المشهد الحضاري والثقافي العام، لكن ما يلزمناش نقعدوا نتفرجوا، يلزمنا نعالجوها باليات كبيره. يلزم المؤسسه في تقديري ما تكونش فيها منافذ مفتوحه على المحيط ربما الخارجي بشكل انه يخلي يسمح بدخول بعض العناصر الغرباء للمؤسسه وينجموا يفسدوا فيها الحياه المدرسيه وياثروا سلبا، لانه نعرفوا انه امام المؤسسات التربويه هذه الايام خاصه ولا فما نوع من التسيب وثم نوع من غزو المحيط الخارجي بما فيه من متسكعين ومنحرفين للابناء التلامذه. ويظهر لي حتى من خلال الحوار اللي اجريتموه شفتوا انه فما ناس يحبوا يستغلوا تلامذة من ناحية الأموال، من ناحية ربما استغلالهم في بعض المشروبات أو استهلاك بعض المخدرات وغيرها. دونك يلزم الاهتمام بتسييج المؤسسة والحراسة الأبواب بشكل صارم ومحكم، وراه ما نحكروش المسألة هذه رغم نقص العمل ونقص الإطار الموجود، لكن يلزم البداية تبدأ من الباب. من الباب ما نخليوش تلامذة يقعدوا لبرا برشا، إذا كان يقرأ يقعد في وسط الليسي، إذا كان ما يقراش يروح، وإذا كان عنده ساعة مثلا ساعة فارغة ولا حاجة يلزم نوفر له مكان اللي يبقى فيه. هذه الحاجة الأولى. ثم داخل المؤسسة انطلاقا من تحية العلم، موكب تحية العلم، ثم الوقوف والاصطفاف أمام القسم، هذا يعطي هيبة ويعلم التلميذ النظام والانضباط. أول حاجة أن المشكلة الكبيرة هي ظاهرة العنف تتمادى وتتصاعد وفي تزايد كبير. احنا كأساتذة لاحظنا أنه المشكلة هذه ولو هي في المدرسة أحيانا في ساحات المدرسة وأحيانا حتى خارج المدرسة، والمشكلة أيضا حتى ساعات أحيانا في القسم. واللي يقلقني أنا كأستاذة ونتخيل حتى زملائي أستاذة، العنف اللفظي بين التلاميذ بعضهم البعض، عنف لفظي عنف معنوي. أنا نحب ننصح، الأول شيء نبدأ بالأستاذة اللي ننصحهم وننصح نفسي، ننصحهم أنهم يحاولوا يعتمدوا طريقة الحوار مع التلامذة، يفهموا بالحوار، يحكي معه، يفسر له أنه هذا العنف لا يؤدي للطريق مسدود. ثم ننصح نفسي كأم وكل أم وكل أب، ننصحهم أيضا أنهم يتعاملوا مع أبنائهم للمعاملة التفاهم، ما يستعملوش معهم العنف الجسدي اللي هو الضرب، وما يستعملوش معهم العنف المادي والمعنوي. المعنوي والمادي يعني يضرب الطفل أو أحيانا يبدأ يقزم فيه، ينتقد فيه، ينقص من شخصيته، ما يشوف في ولده كان العيوب، فهذا يؤدي إلى ضغط نفسي ومضغوط. الولي الابن والطفل مضغوط في التلميذ، يجي باش يصرف في القسم ولا في المدرسة ولا مع أصدقائه، يولي فما تبادل للعنف. معالجة العنف المدرسي بتضافر الجهود الكل، الإطار التربوي والولي بالدرجة الأولى، ثم الجهات المختصة والمعنية اللي توفر الحماية للتلميذ خارج المؤسسة. ها
هذه أصوات التلامذة وهذه أصوات المربين في الفراءات المدرسية اللي حاولوا يشخصوا بعض الأسباب الموجودة لتنامي ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية. وزيد خلينا سي أحمد نعمق النظر في مسألة التربية والتعليم. نعم. هل ترى اليوم المدرسة الفضاء المدرسي معني بالتربية والتعليم وإلا معني بالتعليم فقط دون التربية وإلا فما أولويات؟ نعم، هو أستاذ محمد مهد للجواب عن هذا السؤال لما قال أنه منذ بدء تاريخ تونس بعد الاستقلال كل الوزارات التي أشرفت على حظوظ المدارس والتعليم والمؤسسات التربوية في بلادنا كان في تسميتها كلمة التربية حاضرة، بينما التعليم لم تكن حاضرة في كل، كان فما التربية القومية، كان فما التربية والعلوم، التربية والتعليم، توا حاليا التربية والتكوين، فالتربية دائما حاضرة. هل هي اختيارات سياسية وإلا ثم معطيات تخلي التسميات تتفاوت وتغيب أحيانا وترجع؟ فيها معطيات سياسية وربما أحيانا معطيات وجهات نظر يعني من المشرفين على الحظوظ في مستوى المسؤولية في الدولة. مثلا كلمة التربية والتكوين هذه جاءت في فترة اللي السياسة التربوية حبت تنصرف في الجانب التكوين ربما المهني والتكوين المهاري وما إلى ذلك. التربية والعلوم جاءت في فترة موجة متاع أنه التركيز على العلوم، لكن التربية لابد أن تكون موجودة دائما ولابد أن نفرق بين التربية والتعليم. والأستاذ محمد لما تحدث منذ قليل عن فشل التربية في تونس وربط هذا بسياسة التربوية، أنا جايك سي محمد بإقرار رسمي، وربط هذا بمعناها كون لم نحسن استثمار مادة مهمة معناها ورئيسة وركيزة مهمة في التربية اللي هي مادة التربية الإسلامية، واللي الرئيس أعلنها من منبر رسمي، معناها رئيس الدولة أعلنها من منبر رسمي، فهذا له دلالته. إذن التربية أخي نوري قبل التعليم، فقد ننجح في سياسة تعليمية، قد نخرج أطباء ومهندسين، قد نخرج أساتذة جامعيين، ولكن المستوى الأخلاقي والمستوى الوجداني كيف يكون إذا لم نؤسس لتربية قوامها القيم، قوامها الأخلاق. الأخلاق أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا مع الرياضيات ومع الفيزياء ومع العلوم التقنية ومع العلوم الإعلامية والتاريخ والجغرافيا، وهذم الكل المواد الإنسانية والمواد العلمية هي تصقل الشخصية وتهذبها وتزود الإنسان بالعلوم. لكن نستحق المادة مهمة، لابد من مراجعة برامجها، معناها مراجعة جذرية، ولابد من نظر إليها مش على أنها تلك المادة اللي فمشكون حتى نادى بحذفها وقال لك تدخل في مواد كالعربية أو كمعناها مواد أخرى بعض نصوص أو شيء من هذا القبيل. هذا تفكير خطأ وتفكير خطير جدا. مادة التربية الإسلامية لابد أن تأخذ حظها في المنظومة التربوية منذ البدء، ولا بد أن تكون على أسس سليمة. نعم. هو شو وصلنا توا للإرهاب وللعنف، هذا من بين العوامل أنه فما فقر في مادة التربية الإسلامية. أنا أذكر وواكبت في وزارة التربية، واكبت حقبة من حيقة بتاريخ وزارة التربية، جاء علينا زمان كان المشرفون على حظوظ وضع البرامج يتصيدون عبارات معينة حتى من آيات القرآن الكريم يحذفونها. هذيك قول الله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال لك أقف غادي، ما تقولش إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا ولدي، ليه هذيك راهي قاعدة من ذهب، قاعدة أساسية. وقت تعلموا أن التقوى، شو معنى التقوى؟ هي التقوى هي أن تخاف الله، التقوى هي أن تحترم غيرك، وخوفك من الله يخليك ما تؤذيش الناس. تيانا ربينا فيهم شيء مهم جدا في شخصيتهم،
وقت نقول له إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنت ستكون أكرم الناس عندما تتقي الله وتقوى الله، راهي احترام القانون، راهي أن تسعى بالخير، أن لا تقول كلاما نابيا، أن تحترم جارك، أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. تماي هذه هي تقوى الله. نعم. تماي رسولنا الكريم قال شيء: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن ترسيخ القيم هو أمر نعم. مطلوب ومرهوب. نعم. إذا أحمد تراه. نعم. نعم. إذا أسسنا هذا في الناشئة منذ نعومة أظفارهم. نعم. بطريقة بيداغوجية، بطريقة تربوية، بأسلوب، ونعمق هالمبادئ هذه. نعم. والله شيء يؤلم، والله تألمت أنا في ذلك الزمان، وتحملت مسؤوليتي في أني طلبت من الأساتذة يكملوها الآية، وقلت لهم ما تقفوش عند لتعارفوا، زيدوا للتلامذة، حطوا لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ومرروها بالطريقة التي ترضي الله، وحكموا ضمائركم. رهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رهو مبدأ تربوي عظيم إذا تأسس في نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم، ما عادش تخاف على الوليدات. نعم. طبعا مع جملة عوامل أخرى ربما سيواصل الأستاذ محمد الحديث فيها. نعم، ونزيد نواصل معكم مشاهدينا في تواصلكم عبر التليفون. معنا أخونا محمد من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. مرحبا سي محمد. عايش بارك الله فيكم. نسلم عليكم، نسلم على الأستاذ معك. شكرا. سلمك الله يا أخي. ونحب نقول بالنسبة للمشاكل هذه، كيفاش تحب العباد تخرج للشارع وتكتب في الحيوط وتعيط بشعارات خيبة وتكتب شعارات خيبة، وهذا من الناس الكبار، كيفاش تحب ولده يخرج للشارع ويلقى الشعارات ويلقى هذيك وتحبه ما يعملش المشاكل؟ احنا نهلوكم في الساقس، على خاطر الساقس نعرفهم وليدات متربيين، نعرف انا الساقس مليح واللي هم تصالحوا توا وولوا لباس. اما انا نشوف بعض من معلمين نحن في سيدي بوزيد اللي يمشي ويحرق معتمديه، يمشي هو يهز معها جماعه ويحرق معتمديه وهو معلم. كيفاش تحب التلميذ شيء مش ما يعملش هذا؟ واضح، مع شكر والتحيه. ومن ناحيه نعم. اخرى، ايوه، علاش المعاهد القيمين ما يخرجوش من علم الاجتماع باش يعلموا تلامذتنا الحاجه الباهيه ويخرجوا معناها متربين، معنا يجيبوا واحد اللي يجي يحطوه قيم، كيفاش يجي هذا؟ هذا تدخلك سي محمد، يعيشك، شكرا لك سي محمد. سي محمد يقول المتدخل الكريم: التلميذ ابن بيئته، علاش تربى شنو ينشا منه، واعتقد هذه حكمه زاد. هو قالوها من قبله، قالوها: وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه او عوده استاذه او نعم. عوده معلمه مربيه. او عوده مربيه، يعني وهك علاش القدوه احنا عندها اهميه كبيره في تاريخنا، وهك علاش قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. انا مع خونا اللي يتحدث على العلاقه في مستوى بين الاباء والابناء ومساله القدوه، نحب نرجع لطرحه سي احمد، باش نرجع باش نكون واقعي، لان اللحظه اللي يتحدث فيها رئيس الجمهوريه اليوم عن الفشل التربوي او الفشل في منظومتنا التربويه وعلاقة ذلك بمادة التربية الدينية وهي التربية الإسلامية، مش نرجع لعام 2006. عام 2006 عشنا نفس اللحظة، أحداث سليمان، شباب تورط في قضايا متاع إرهاب. نعم. وقتها وزارة التربية كلها قامت وما قعدتش، وسي أحمد كان حاضر على هذا، والوزير أشار إلى أن التربية الإسلامية تتحمل مسؤولية كبيرة فيما حدث في بلادنا في مستوى هذه الموجة اللي مشات على اليمين وإلا على اليسار. به تو يقول القائل وقت توجه المادة متاع التربية الإسلامية، معنى ذلك أن يراجع النظر في هذه المادة في محتواها وبرامجها وتوقيتها وضواربها وكل شيء فيها. يجي المسؤول على القسم البرمجة في وزارة التربية، يجتمع بالمتفقدين، ايش يقول؟ يقول لنا هذه البرامج العبادات ما تكثروش منها،
في السنة 7 أساسي و8 أساسي و9 أساسي. هاي قدام كلمة البرامج وحاولوا باش تنقصونا شوية من العبادات وتكثرونا من المسائل الحضارية، القضايا متاع البيئة والقضايا متاع النظافة والقضايا متاع الأشجار والقضايا متاع الجمالية، هي مطلوبة هي، ولكن ما تتضخمش لأن المادة متاعنا تسمى تربية إسلامية في المرحلة الإعدادية، يعني عندها دور في مستوى التربوي وفي التنمية البشرية والتنمية الذهنية والسلوكية والتربوي للتلميذ. أنت وقت اللي تقول لي أنا نقص من الصلاة ونقص من الزكاة ونقص من الصوم ونقص من الحاج، كيفاش مش تربيه التلميذ على أن يحافظ على وطنه وعلى أن يحب وطنه وعلى أن يتعامل بالتي أحسن مع المرافق والتجهيزات امتاع مؤسسته التربوية؟ ما يكون شكاية علاش؟ لأن ربي يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. احنا تعرفش نحب يخرج طبيب، يخرج محامي، يخرج مهندس، أما لا علاقة له بالقيم ولا علاقة له بالدين. تعليمنا يحبوه تعليم محايد، حتى مادة التربية الإسلامية في وضعها راهو لذر الرمادي على العيون هكا أصله. أما لأن مادة عندها قيمتها وعندها كما نقول احنا دورها في مستوى تربية النشأ، فلا توا في وقتنا هذايا اللي تحدث فيه رئيس الدولة على أن التربية الدينية راهي فاشلة في مستوى إعداد المواطن الذي يحب وطنه، نلقاه ثم ناسا يتحدثوا من وزارة التربية. علاش يتحدثوا؟ شو يقول؟ يقول مادة التربية الإسلامية ليس الوقت الكافي. الله أعلم مش يقصد به الوقت الكافي، المطلوب أن تكون مادة أن تكون تربية الإسلامية مادة قيمية، وإذا أردت أن تعلم هذه المادة تعليما تفصيليا فيمكن اللجوء إلى مدارس خاصة. وقت اللي قالوا له راه من المفروض، هذا في جلسة، من المفروض أن تعطى هذه المادة حظها، إش قال؟ قال هذا رأيكم أنتوما، أما رأينا إحنا على أن تولي هيك في باب التنشيط الثقافي، يجي نهاية الجمعة يتفرهد ويلعب وياخذ شوية آيات قرآنية وشوية أحاديث نبوية منه عليكم السلام. ملا الرئيس والعهدة عليه إيش قال؟ قال راهو ترجع للتربية الدينية وهي التربية الإسلامية. التربية الإسلامية اليوم يلزم النظر فيها على أساس ما يشمت حزب سياسي، على أساس على أنها دينها المجتمع هذا ودينها الشعب التونسي هذا اللي في عمقه مسلم، وهي ليست ملك لحزب سياسي، ليست ملك لحزب سياسي وليست ملكا لأحد. صغيراتنا يتزمهم يتربوا على الدين وعلى القيم وعلى الأخلاق، ومادة التربية الإسلامية لها دورها في هذا المجال. نعم، بين وصل وإحنا التواصل معكم مشاهدينا عبر التليفون. سي محمد الفقي معنا مباشرة، أهلا وسهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك. تفضل أستاذ. نرحب بالضيوف الأكارم. شكرا. أهلا بك. نرحب بالضيوف الأكارم وكل لهم بنسلم عليهم. وحبيت ندخل في البرنامج هذا، وحبيت نشكر القنوات التلفزية الكل من غير مبالغة التي كان في الانتخابات وفي السياسة ورقصت وقت اللي هذا من المواضيع الشيقة التي تمس مستقبل تونس بصفة عامة، لأن الأجيال هذه ما لها إلا غدوة مستقبل تونس، وهم مش يشدوا علينا المشعل. وإذا كان هالجيل هذا كله ما عرفناش كيفاش نأطروه وما عرفناش كيفاش نربيوه، تالي تونس ضاعت. معناتها بالنسبة لنا المستقبل السياسة اللي نشوف فيه اللي نشوفه فيه توا ما يهمناش بقدر ما يهمنا موضوع كي من هذا. كيفاش نرجع انا توا ندرس، ممكن مش نحاول نفسر الموضوع حسب وجهه النظر نتاعي، من هالاعتداء الصارخ اللي اصبح عليه التلميذ او الطفل التونسي، خليني نقول الطفل بصفه عامه. والله هو بدء ان نرجع لقوله الام مدرسه ان اعددتها اعددت شيء شعبا طيب الاعرافي، يعني الخور سامحوني في الكلمه بين معقفين يبدا من الاسره. نشوفوا الأسرة التونسية، يعني باش ما نطولش بعجالة، الأم تخدم، البو يخدم، نهار كامل غايبين على الدار، الطفل ما عندوش شكون يتلهى بيه، يعني الطفل كي باش ياخذ لمسة حنان من الأم ولا من البو ما يلقاوش، خاطر الأم لاهي نهار كامل تخدم، البو نهار كامل يخدم، يرجعوا في الليل تاعبين، يجي الطفل يتكلم ولا الطفلة تتكلم تخليني تعبة، تبارك كل اللي يجي، معناتها اللحمة الأسرية اللي كنا نعيشوا فيها قبل اضمحلت مشات.
ما عادش الطفل ولا ضايع. فين ضايع؟ ده ضايع من الأسرة، من الأم والبو اللي سامحني، من الأم والبو اللي هما ساهموا بقدر كبير أنه ضيعوا ولدهم على حساب المادة باش يلموا الفلوس ويعيشوا له ماكسيموم. دونك إيش أنجر عليه؟ أنجر عليه الطفل ولا في المدرسة انحرف، يقعد نهار كامل في الشارع، بالتالي تلقفوا الشارع وتلقفوا المنحرفين، ما عادش يكون عنده رقيب، لا رقيب ولا حفيد. دخلت المخدرات، دخلت الحرابش، دخل الزطلة. دونك هالوضع هذايا الكارثي اللي توا حاليا دخل لتونس، يعني دخل مدارسنا، ما كناش نعيشوا فيه، نعرفوا في الأوروب. دونك احنا كأنه سمى، انا حسب اعتقادي، ايادي خفية وراء يعني وراء